اذا لو عاد معتذر بقول مرحبا بعد الغياب المر وش تبغى تجيني؟ لا تحسب ان جيتك هذه كانت اللي منتظرها؟ خل حالي كيفك انت اليوم يبشع غايبيني؟ كيف قلبك من دموعي ذيك ولا ما ذكرها؟ لا تمد ايديك خل الحزن ما بينك وبيني وخل عينك في عيون الحزن لا ترفع نظرها. حرم الله كفك الحساس عن رمض يديني مثل ما حرم على الشيطان جنته وثمرها. لا تغر لا يقول لا تحدك حرة اللي راح تطرد لال عيني والله انك غير تبطي وانت تلهث خلف اثرها. جيت من قاع النهاية كيف تبغى تبتديني والمساري روحت من وقت ما عادك قمرها. انت من مبطي خذيت اللي يسدك من سنيني خل روحي تطوي الايام وتجرب قدرها. الله 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 عنده بعثك ماذا لو عاد معتذر؟ ما جهز شيء يلا عاد معتذر لازم.